عن الثقافات في كل دول العالم، عن الحضارات في كل دول العالم، ولكن نحن اليوم سنتحدث عن مشهد مسرحي يخص قطاعنا أو أي دولة في العالم. لا نتحدث عن قطاع غزة، نتحدث عن أي دولة في العالم. أي دولة في العالم يجب أن تبدأ الحوار داخل الأسرة، الحوار داخل المدرسة، الحوار داخل الوطن. لدينا هذا المشهد وهذه الشجرة عليها مجموعة من الفواكه، سيكون لها رموز. لدينا مجموعة من الطالبات ستقوم بتمثيل المشهد، وبعد ذلك سنستمع إلى آراء الطالبات وسيتم التعليق على جميع ما هو موجود معنا. نبدأ الآن، فليتفضل الطالبات. مش لازمنا جامعة، ايش الجامعة؟ ايش بدنا نستفيد من العلم؟ يعني مثلا انت ما كيش هدف انك تخلي هدف انك بالحياة بصمة وحدش، يعني مثلا تعرف عليك، يعني انت عايشة على اساس انه زمن الفلوس. لا احنا زمننا زمن الفلوس احنا زمننا بس زمن الفلوس، واحنا يعني اذا في البلد فيش فلوس مش هنعيش، يعني حياتنا بس احنا بتمشي بس بفلوس. لا والله انا يا حبيبتي غير عنك، انا الي هدف في الحياه والي بصمه، ما بحبش اطلع افوت الحياه واطلع وانا مانيش الي اصلا، ما كانش خديارة فيا. لا والله الي اعتقاد فيك. الله يسعدك انت، انت كل واحد دائما اعتقادك. نبي سلام. مرحبا. والله انا خلصت جامعه وهي هذه شهادتي، يعني اذا ممكن نشوف وظيفه يعني ان شاء الله. انا اديلك خبر. اهلين فضلي يدي. والله يعني شهادة انا خلصت، وانا الحين ببحث عن وظيفة. اهلين ايدي. والله وظيفتي يعني خلصت، وانا والله ببحث عن يعني ان شاء الله اذا يعني يكون خدمة لي الى نحو الوطن. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اوه مرة سنة مرة سنتين ايش فيك؟ ولا حدا دي ولا حدا دي تطلع فيها يعبرني على اساس ان انا مخلصة ووديت لكل يعني ناس شهادة على اساس ان حد يديني وظيفة. اوه فهمت انا فيش حدا دي يعبرني، فيش حدا تكلمني، فيش حدا تكلمني، فيش حدا Thank you.
أعطوني الأكياس كل طالبة تلبس كيس كيس جنبي بسرعة كيس الأبيض وكيس الزهرين تعي عمي جنبي والأسود اللي فيه بيت طبعاً إحنا المشهد تبع اليوم عندي الشجرة الهرمت وهدول الطالبات اللي لابسين أكياس بألوان مختلفة الهرمت مين تقولي هاي الشجرة عن إيش بتعبر؟ تعالي نحتفظ في الانتماء السياسي ولكن تجمعنا محبة الوطن يعني أنت شو فهمتي يعني الشجرة هي إيش؟ خيرات الدولة الوطن هي الوطن الشجرة هي الوطن وهذه الثمار اللي على الشجرة هي إيش؟ مين تقولي؟ هي ايش؟ خيرات الوطن هي خيرات الوطن، الوطن فيه كثير من الخيرات، طيب مين تقولي هاي الاكياس اللي لبسوها البنات هي عباره عن ايش؟ لو لاحظتوا المشهد في البدايه كانوا البنات ماشيين بشكل ايش؟ متحابين ولا غير متحابين في البدايه؟ كيف كانوا البنات في البدايه؟ في البدايه متحابين، طيب بعدين لما لبسوا الاكياس شو صار؟ شو معنى الاكياس؟ معنى الأكياس طيب ليش احنا اخترنا رمز الكيس؟ لأنه اللي لابس كيس ما عندوش استعداد ليش؟ لا ايش ولا ايش؟ لا يسمع ولا يشوف ولا يفهم أي شيء إلا فقط الناس اللي لابسين نفس اللون اللي هو تابع له. طيب صاحبتكم ليش لبست الكيس الأسود؟ شو صار معه؟ يأس كيف يعني يأس بالحياة؟ ليش لقيتش وظيفة لقيتش وظيفة شو معنى الكيس الأسود؟ حزن ظلم الظلم اليأس إيش صار معها؟ إيش صار معها هون لو طلعنا؟ إيش صار معها؟ دمرت نفسيتها أو صار عندها في الفكر إيش؟ هل كل واحد بيأس بده يعمل تفجير؟ لما هي فجرت شو صار للشجرة؟ مين اللي تدمر؟ الوطن إذا نحن لازم دائما نحافظ على الوطن لأنه لا ليش؟ لا لأنه التطرف الفكري لا للتطرف الفكري، شو يعني التطرف الفكري؟ التشتت إنه الإنسان لما ييأس من الحياة هل يعطيه الحق إنه هو يعمل تفجير؟ هل إنه الإنسان لما بيدمر بيدمر مين ومين؟ الوطن بيدمر نفسه وبيدمر المجتمع طبعا طيب خيرات الوطن فقط للوطن ولا لكل الناس؟ لكل الناس طيب آخر مشهد هم إيش عملوا؟ رفعوا ايش؟ راية الوطن راية الوطن تمام؟ يبقى احنا هدفنا او مبدأنا دائما هاتوا هاي الاكياس هاي الاكياس هي عبارة عن رموز هاي الاكياس هي عبارة عن رموز تمام؟ مهما اختلفنا في اللون مهما اختلفنا في الافكار مهما اختلفنا في الانتماءات يجب ان يكون اختلافنا من اجل خدمة الوطن وانتم ايضا في المستقبل انتم جيل الغد يجب ان يكون هدفكم دائما خدمة الوطن تقديم خدمة للوطن لا تعتمدوا على اي انتماء انتم جيل مستقبل لا يجب ان يكون عنكم الا حوار عنكم محبه الوطن في عندكم الحوار من اجل السلام تحاوروا من اجل الوطن تحاوروا من اجل السلام لا للتطرف الفكري ما هو التطرف الفكري هي الافكار ايش الخدامة الافكار المضلله اللي بتؤدي الى تدمير الانسان وتدمير نفسه وتدمير المجتمع طيب مين تعطينا شو هي عباره بتقول هذا عبارة عن شو يعني تقبل الرأي والرأي الآخر؟ إحنا لازم نسمع كل الناس لازم نسمع كل الناس لازم نتقبل آراء كل الناس شو رأيك؟ إيش كمان عامل الطالبة؟ طبعاً أوكي أنا على الرغم من الاختلاف في الانتماء السياسي إلا أني عم متحدون فوق كل الوطن فوق كل شيء مين عندك كمان تعليق؟ مين من هنا قال لنا كمان تعليق؟ مين قلنا كمان تعليق؟ لا لا إيش؟ لا للتطرف الفكري نعم لمحبة إيش؟ الوطن نعم لمحبة الوطن